العصابات الأسدية قصفوها، نحن شباب عزل نحن نزحنا من القلعة الأسرية ودمرونا هون تاني مرة، ضربونا ونهبوا بيوتنا وفجروا كل بيوتنا. نحن خمس عيلات قاعدين في عيلة واحدة في منزل واحد وضربونا وهدوا بيوتنا فوق رؤوسنا. هذا لو شاف عمار حديث ما يعني... صلنا شهر قاعدين، ما صلنا شهر قاعدين هون في الدار، ما طبقنا الشهر، هدموا علينا البيوت، نحن قاعدين في الدور. انت وين كنت قاعدين؟ بالقلعة الأسرية؟ نحن قاعدين بالقلعة الأسرية، هدوا علينا القلعة الأسرية بعدين رجعوا كمان ضربوا هون وهدوا علينا. طيب ايش مطالبك؟ ايش تطلب من المجتمع العربي والمجتمع الدولي؟ بدي اريد اسقاط النظام. فوت جوا فرجيك شوف. طلع الدمار هون، ما صلنا شهر قاعدين، ما طبقنا الشهر، نحن قاعدين بالدور. هذا بصير عمل، هذا عمل اجرام، هذا عمل اجرام. طلع هون، هذا عمل اجرام. طلع. لا حول ولا قوه. هذا بصير شيء من الله. هذا ما صلنا شهر قاعدين بالدار، ما بصير هالحكي. هذا الحكي كله ما بصير. كان هون في هذه قاعدة الدار؟ كنا قاعدين هون ست عيلات بدار وحدي، ست عيلات، كلها طفشنا، نزحنا، رحنا كلياتنا، ما رحنا حدا. طلع، هذا منظر، هذا عمل،